غادي نديزاكتيفيو ليها، غادي نديزاكتيفيو اي اس بي. ها هو دابا غادي نعفطو. بسم الله بسم الله. كتلعب من الله، اللهم بارك. قبل ما نكملوا هذا الفيديو الاخوان، رانا كنديروا بيع قطع غيار السيارات وجميع الزيوت ديال المحركات، فيدونج كومبلي، فيلترات، اي قطعه ديال الغيار ديال السيارات رانا كنبيعوها باثمنه جد مناسبه. كاين عندنا الحاجه الكاليتي وكاين عندنا الحاجه العاديه، وكنديروا الارسال لجميع انحاء المغرب. واللي بغى شي بياسه يحاول انه يتواصل معايا على هذا الرقم اللي غايبان له هنايا في الشاشه. اول حاجه الاخوان والاخوات كنديروها ملي كنطلعوا السياره، كنجيبوا الكونتاكت، كنديروا بسم الله، كنوليو ندورو كونتاكت، كنشوفوا اول حاجه في الطابلو، الطابلو شنو هما الاشياء اللي شاعلين فيه، وملي غادي نديرو امارش واش غتبقى شي بوله من هاد البولات هادو شاعله. مثال هنايا لاحظوا شنو اللي غيطفى ولاحظوا شنو هو اللي غيبقى شاعل. بسم الله على بركه الله، السياره دارت امارش، بقاو هنايا شي اشياء اللي هما شاعلين، وهاد الاشياء هادو كيقولوا بانه كاين مشكل في السياره. شنو هما هاد الاشياء؟ الشيء الاول هو الاس ار اس اللي هو الايرباك. الايرباك في هاد السياره فهو كيبقى شاعل ملي كنديماريو الطوموبيل، يعني هاد السياره فيها المشكل ديال الايرباك. وهاد المرسيدس هادي فيها المشكل ديال الايرباك في الجهه نتاع الكوسان ديال الشيفور، او في الجهه ديال الكوسان ديال الباسنجر اللي هو الكريسيون. هاد البوله هادي ديال السمطه، بمجرد ما غادي الشيفور يدير السمطه، ها هي غنديروها، غادي تمشي هذيك البوله. شفتوا نحيدوا السمطه، البوله غادي تولي تشعل. هادي اللي شاعله هنايا، هادي نتاع فرينو مانو ديال الفرنامان. ملي غنحيدو فرنامان ها هي مشات، ما بقاتش شاعله. ملي غنوركو ها هي شعلات، ولكن ملي كلشي دابا طفى بقات هادي هنايا شاعله. كتقول لك فيزيت وركشوب، يعني الباتري ديال هاد السياره راه ناقص او ميت. وغالبا في السيارات ديال المرسيدس كيكون فيهم باتري صغير لهي عند الكابو اللي كيخدم لينا او كيكالكيلي لينا عفوا بعض الاشياء، فهذاك راه واقيلا ميت. هذه اول حاجه. اذا كانت السياره اوتوماتيك، اول حاجه كنديروها كنوركو على الفران، وكنوليو نحركو الشيفت ديال السياره، وكنسمعوا في نفس الوقت السياره واش فيها شي دقه، وكنشوفوا هنايا واش هادو هاد الحروف كيتبدلوا. مثلا راه دابا على بي، غنديروا ار في نفس الوقت نسمعوا واش كاين شي دريز في السياره. ما كاينش دريز، ها هو تكتب ار في الطابلو، نديروها ان. ما كاينش دريز، ها هو ان تكتب في الطابلو، نديروها دي. ها هو دي، ما كاينش دريز، ها هو بان دي في الطابلو. نردوها دابا على مانيال، بروميير دوزيام تروازيام كاتريام. ها الكاتريام، كاتريام تروازيام دوزيام بروميير، دوزيام تروازيام كاتريام. هادي غنوليو نرجعوها للبي، غادي نوركو على هاد السي او الاس دوبل في او السي اس، نشوفو واش كيبدل او لا. هاهي رجعت على الاس سومر، هاهي رجعت على السي اللي هو كونفور. الى كندير ما كتبدل الار، ما كتبدلش الان، ما كتكتبش الدي، هاد السياره فيها مشكل. هاد البطونه ملي كنورك عليها ما كترجعش الاس، ما كترجعش الدوبل في او السي، هاد لابواط مانيال، هاد لابواط اوتوماتيك فيها مشكل. ما كترميش ليا المود ديال مانيال، هاد لابواط اوتوماتيك فيها مشكل. دابا غنبقاو عاقلين على الحراره، ها هي فاين واصله، نبقاو عاقلين عليها مزيان واش غتزيد تطلع عليها او لا،
والى اخره. غادي نوليو دابا نسكتو الطوموبيله، ها هي سكتات. فاش دابا غادي نعاودو نديماريو الطوموبيل، غادي نوليو نسمعو الحس ديال البوستا مارشا او الحس ديال الستارت او الحس ديال الديمارور اللي كيديماري الطوموبيل، واش غش 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 او كديماري الطوموبيله دغيا. ها هو غنوريكم. بسم الله سمعوا ضرب هرهر الطوموبيله ديمارات، يعني الديمارور راه مزيان. الى دورتي الكونتاكت الطوموبيله بقات هر 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 عاد ديمارات، هنايا كتعرف بان المشكل كاين اما في الديمارور مشى ليه الشاربون، اما كاين عندك المشكل اللي هو فاش كيقولوا ليه في ليزانجيكتور او في لارومب او في شي حساس من الحساسات، سواء في السيارات ديال الديزل او السيارات ديال البنزين. حاجه اخرى غنسكتو السياره، هي سكتات. فاش غنجيو نديماريو السياره غادي نشوفو واش الشاسي ديال الطوموبيله غيتحرك او لا، واش الشاسي ديال السياره غيتحرك او لا. هذا المشكل راه كاين في هذا الطوموبيل، وغادي نشوفكم واش غتقلعوه. شوفوا يدي كيفاش غادي دير. احنا غنديماريو الطوموبيل، شفتوا الطوموبيله هرهرهرهر كتزعزع، يعني هنايا سيبورتيف او السيبورات ديال الموتور راهم مشاو. كاين اللي كيعيط لهم سيبورات، كاين اللي كيعيط لهم لي بات، كل واحد كيفاش كيعيط لهم. السيبورات ديال الموتور هادو راهم مشاو. فاش كندور الكونتاكت الموتور كيديماري، الموتور كيدير ها 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 كيمشي ويجي كيضرب في الشاسي من ومن، يعني السيبورات ديال الموتور خاصهم يتبدلوا. حداهم اللي غنسكت الطوموبيل كيفاش غادي دير؟ غادي ترجف ها، شفتوا هر 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 هر، يعني السيبورات ديال الموتور مشاو. والدليل غنحل الكابو وغادي نوريكم. دابا غادي نمشيو للكابو ديال الطوموبيل وغنوريكم فين كاين، يعني شنو هما الاشياء اللي خصكم تراقبوها. اخوان بعد ما حلينا الموتور، اول حاجه كنديروها هو الا كان الموتور عنده الكاش ديال البلاستيك، فمن الضروري هذاك الكاش ديال البلاستيك خصنا نحيدوه. فاش كنحيدو ديال الكاش ديال البلاستيك، اول حاجه كنديروها كنمشيو تحت السياره، كنمشيو هكذا تحت السياره، كنوليو كنطلو تحت الهيكل واش كاين فيه شي تنقيط ديال الزيت او لا. بحال حنا عندنا في هذه السياره، ها هو الا كتشوفوا راه من الزيت كاين نده ديال الزيت نيت، يعني السياره كتنفس شويه ديال الزيت. خصنا نعرفوا داك الزيت منين كيتنفس، واش من الكارتير ولا من شي جهه اخرى. بعد ما طلينا على السياره لتحت كنلقاو فيها كلشي ناضي، كنوليو نطلعو نرجعو للموتور ديالنا. الموتور هنا شنو كنوليو نشوفو فيه؟ كنوليو نشوفو الاول لي زانجيكتور في المازوت، نوليو نشوفو لي زانجيكتور التيوات ديالهم واش كاين شي مازوت حي او لا، وكنطلو هنا في هاد الطابه هادي واش فيها شي مازوت مجموع او لا. كنلقاو ما كاينش تما لا مازوت لا والو، كنجيو لارومب، لارومب كنوليو نشوفو واش كاين فيها شي مازوت او ايسانس لا. كنلقاو كلشي ناضي، كنجيو للجناب ديال الموتور، الجناب نتاع الموتور، الجناب ديال الموتور هكذا واش كاين شي زيت ولا ما كاينش والى اخره. كيبان لينا ما كاين لا زيت لا والو في هذاك الشيء اللي بغينا. كنجيو هنايا للامام ديال الموتور او الجنب ديال الموتور، كل موتور وكيفاش مبلاصي. كنوليو نشوفو مزيان واش كاين شي مازوت، واش كاين شي سونس، واش كاين شي زيت والى اخره. الكروة كنوليو نشدو في الكروة هكذا، كنشوفوه واش مرخوفة واش مجبدة. كنمشيو للفلتر ديال الزيت، فلتر الزيت واش كيخرج شي زيت او لا، شي زيت يكون حي كيسيل. واخا مزيان كنطلوها كنشوف واش كاين شي زيت تما او لا. كنجيو للجهة نتاع التيربو، الجهة ديال التيربو، هو التيربو هنا، كنوليو نطلو واش كاين شي زيت او لا، تحت منو واش كاين شي زيت او لا. هادشي قبل ما نديرو امارش، كلشي هادشي دابا مزيان. نضربو طليله على الاي بي اس واش كاين نفس الليكيد او ما كاينفسش. صافي هكذا كيبان لينا كلشي ناضي. شنو بقى لينا؟ بقى لينا دابا الموتور فاش كيكون سخون، فاش الموتور كيكون سخون
كنكونوا تمشينا بالسياره كنكونوا عقلنا على الدرجه ديال الحراره ديال السياره وكنجيو لهاد التيوات ديال الماء. هاد التيوات ديال الماء كنقيسوهم واش التيو مقنفل او لا. هنايا راه الدرجه ديال الحراره للمحرك راه طالعه بزاف طالعه بزاف، ما غاديش نقدروا اننا نحلوا هاد البوشونه هادي، نخافوها غادي طير حتى مشى طارت راه غادي تشوطنا. احنا حليناها صافي بعد ما حلينا البوشون ديال الماء. اما الطريقه كيفاش دير تعرف ان جوان الكيلاص فيه المشكل او لا، قبل ما تديماري السياره ديالك كتولي تحل القرعه ديال الماء، انت توقف قبل القرعه ديال الماء كتشوف في الماء، وهذاك اللي غيديماري السياره قول له ديماري وانت عينيك على المنسوب ديال الماء في القرعه. ديك الضربه فاش غيديماري اللي في السياره الا شفتي الماء طلع كيفيض بزاف كي يعني طار من البلاصه ديالو، كتعرف بان كاين واحد البريسيون ما بين المنظومه ديال الاحتراق وما بين المنظومه ديال التبريد. اما الى ديمارا السياره والماء بدا كيدير الفقاقيع يعني الرغوه، كتعرف بانه كاين المشكل في الجوان ديال الكيلاص. ولكن هذه القضيه هذه خص ضروري نديرو واحد الخدمه باش نعرفوا واش جوان الكيلاص او لا. اول حاجه نبيرجيو الريح اللي كاين في المنظومه ديال التبريد، حيت الريح كيكون مجموع لنا في المنظومه ديال التبريد ويقدر انه يفيض لنا الماء ويهبط لنا المنسوب ديال الماء او الماء ديال الفقاقيع ويطير. نجبدوا هذه البوشونه اللي طاحت هنايا. ها هي كنشوفوا البوشون ديال الماء واش مزيت ما مزيتش، بالعكس بوشون مصدي، يعني هاد السياره راه كيدار ليها الماء ديال الروبيني، ما كيتدارش ليها الماء اللي هو خاص بالمنظومه ديال التبريد. ها انتم شفتوا الماء ديال الروبيني عامر بالصدى، شفتوا الماء تاع الروبيني. فهاد الماء ديال الروبيني راه كيضرب المحرك ديال السياره، تفهمنا؟ يعني الا كنتي غتشري السياره كان فيها الماء ديال الروبيني سير ديريكت بدل ليها يعني الماء اللي كاين فيها ديال الرادياتور. بعد ما شفنا هذا الشيء هذا غادي نوليو نسدو القرعه ديال الماء. اجيو دابا نعرفوا المنظومه ديال تبريد الماء واش كتصيفط الماء يعني مزيان، واش ما مبوشياش او لا. دائما كنجيو للتيو تاع الروتور، تيو ديال الروتور كنوليو هكذا نجبدوه ونردو لبه. ها هو يعني راه كيرجع الماء، تفهمنا؟ مادام كيرجع الماء مجهد، ها هو مادام كيرجع الماء مجهد يعني راه السيستيم خدام مزيان ما مبوشيش، غير هو الماء موسخ. شفتو يعني الماء راه كيدور مزيان. كنوليو نرجعوه هنا للبلاصه ديالو، كنسدو عليه هكا. غادي نفيريفيو حاجه اخرى، غادي نجيو للزيت نحلو هذا. الزيت هذا زيت محروق، زيت محروق. هاد الفابور هادي اللي كتطلع نورمال غادي تطلع حيت الموتور راه سخون. دابا غنسدو هذا. هاد السياره موديل ماشي قديم بزاف، ما عندهاش لاجوج، هادي كتحسب الزيت في الطابلو شحال من لترو فيها. انت ملي غتكون عندك لاجوج غادي تجبد هاديك لاجوج هكذا وغادي تولي تقلب الزيت كيفاش داير. دابا غنديماريو السياره وغنوريكم لاجوج وغنوريكم المصب ديال الزيت. نجيو نديماريو الطوموبيله ديالنا بسم الله. السيارة ديمارات، السيارة ديالنا هي ديمارات. دابا كنجيو كنحيدو هذا لاجوج اللي كتكون هنا ديال الزيت، كنوليو نحيدوها وكنشوفو السيارة واش كطير من لهنايا الزيت، واش كاين شي دخان، وهذاك الدخان واش دخان كحل، واش دخان رمادي، واش كتصوت، وإلى آخره.
كانت كتطلع من لهنايا الدخان، بلعها في السياره سير بحالاتك قبل ما يحشيوها لك، تفهمنا؟ كانت كطير من لهنايا الزيت، كترش الزيت بلعها وسير بحالاتك. ها انت ها ما كاين لا زيت لا والو، ها ما كطير لا زيت لا والو، تفهمنا؟ يعني خاصك دائما ترد البال لهاد البلانات هادو. حاجه اخرى، كتجي لهنا كتحل هاد الغلاقه هادي، هاد الغلاقه هادي فاش كتحلها هكذا غتخليها غير هكذا ما غاديش تسدها. لقيتي هاد الغلاقه طارت من البلاصه ديالها طاحت، او هاد الغلاقه كديرها هكا كتلعب هكذا، هاد الموتور هذا راه كيكونسومي زيت، هاد الموتور هذا راه كيديروا ليه زيت اللي هو غليظ، هاد الموتور هذا فهاد السياره راه ما صالحش. الا كانت الغلاقه فاش كتحلها هكا وتخليها كطير، يعني الموتور كيصوت، الموتور كرا الصحه ديالو. ملي كنعريو هكذا موتور ما فيهش يعني السنسله فيه الكروه كديرها ما خصوش يطير الزيت. موتور اللي كتكون عنده السنسله هاد البلاصه هادي كتكون هنا قريبه للسلسله كديرها كطير واحد شويه ديال الزيت فهذاك معليش، ولكن الموتور هكا ما كيصوتش راه مزيان. فاش كتعرف الموتور كيصوت او لا، كتحل هاد الغلاقه وكتحطها غير هكا، الغلاقه طارت الموتور راه كيصوت كلا صحتو، كيكونسومي الزيت خاصو السواقل، الموتور فيه المشكل غادي تبقى خدام عليه. بقات هكذا ما طارتش راه الموتور مزيان، صحه سلام تكل على الله. كتولي تسد هادشي كتولي تسمع النويطه ديال الموتور، واش فيه شي تكتيكه، واش فيه شي تقطيقه، واش فيه شي تزغريته في الجهه ديال الكروه والى اخره. المازوت واش فيه شي انجيكتور كيطقطق، واش فيه شي انجيكتور كيتكتك، واش فيه شي ضربه، يعني هادشي كله ناضي. السيبورات ديال الموتور كيفاش كنديرو نفيريفيوهم؟ انا ما كاينش اللي غادي يكسيري ليا هنا، غادي ندير الطريقه اللي كنديروها حنايا الميكانيكيين. كتجي كتشوف اي بلاصه تخشي فيها يدك تهز بها الموتور وكتولي تزعزع. ها شفتو، ها انتم الموتور تيتزعزع، ها شفتو، ها الموتور كيتزعزع، يعني راه السيبور راه مفردع، راه هو الا كيبان لك شفتو السيبور ديال الموتور، ها هو راه مفرقع، شفتو راه مفرقع من الفوق ومفرقع من التحت، وهذاك اللي كاين في اليسر حتى ما كيبانش من لهنا حتى هو كلاد. كتجي دابا هنا كتحل القرعه ديال الماء وكتحلي باش ما طيرش عليك القرعه، ها هي فيضات لينا الماء. علاش فيضات لينا الماء هذه القرعه؟ السياره ملي كتسكت الماء كيهود، ملي السياره كديماري الماء كيدور بزاف، ولكن علاش بالضبط الماء تقياتو لينا القرعه؟ علاش علاش تقياتو؟ تقياتو حيت الناس ديال هاد السياره دايرين ليها الماء يعني فايت الماكس، الماء كثر من الماكس، طلع فوق الماكس. ملي الماء كيطلع فوق الماكس السياره ملي كتبدا البومبا تدور الماء، الماء ما كيلقاش يعني منين غادي يتنفس باش البوشون ديال القرعه يتحل يخرج هذاك الفوار، كيولي الماء يفيض لينا. شفتو الماء كيولي كيطلع، يعني هذا الماء خاصو ينقص. دائما كنقول لكم الماء ملي تعمروه يكون ما بين الميني وما بين الماكس، يعني ما خصوش يطلع على هاد الكحله في المرسيدس او في البيان، خصو يكون غير تحت هاد البيضه، وهذاك الخاوي اللي كيبقى باش كيتنفس به المنظومه ديال التبريد. فهمنا الاخوان؟ دابا غادي نرجعوا للطابلو ديالنا، نرجعوا للطابلو ديالنا وغادي نشوفوا الدرجه ديال الحراره فين راها. هاد السياره فيها درجه الحراره اللهم بارك، من الصباح وحنايا كندورو بها راها مزيانه، الدرجه ديال الحراره ديالها 87 90، 87 90 في المرسيدس كيكون يعني هذاك هو درجه الحراره ديالها المثاليه، بحالها بحال بي ام بحال بيجو. يعني هذا الموتور هذا راه هو ناضي ما فيه حتى شي مشكل، والصلاه على النبي. دابا غادي نسييو السياره وغادي نشوفوا التيراج ديالها، بقاو معنا ما تمشيوش بعيد. اخرى اللي كديروها الاخوان والاخوات واللي خصكم تردوا ليها البال، وهو ملي كتكون السياره انديماريا
كتوليو حاضرين هاد الار بي ام واش كيطلع وينزل، تفهمنا؟ وكتمشيو اللور الشحن تاع ليكزوست ديال الشاطمه، كتجيو هنايا للشاطمه، هنا الشاطمه هادي راه فيها جوج ديال ديال الشاطمات، راه هي وحده وهي هنا. شي واحد كيبقى يكسيري ليكم، يكسيري اون اون، وكتشوفوا واش كاين شي دخان اللي هو زرق، واش كاين شي دخان اللي هو ابيض، واش كاين شي دخان اللي هو كحل، واش كاين شي دخان اللي هو ابيض. دابا غندخلوا للسياره وغنوريكم الكسيراتور كيفاش كيمشي. الكسيراتور الاخوان ماشي تعمر الموتور، كدير هكذا كتغفل الموتور، ها هكا كتغفلو حتى كيتجمع فيه البريسيون هكا هكا هكا، وكتولي تشوف كتولي تشوف هكا واش كيطلق شي دخان. ما كيطلق لا دخان لا والو، لقيتيه ما كيطلق لا دخان لا والو، عرف بلي الموتور راه مزيان. الدخان اللي خصك ترد منه البال، الدخان اللي كيكون زرق هارب للزروقيه يعني الموتور راه كيحرق الزيت، الدخان اللي كيكون بيض كثيف بزاف هذا كيدل على ان الموتور راه كيدوز ليه الماء، وكتشم واحد الريحه ما هياش واحد الريحه كتحرقك في العينين، كتدمع لك العين وعينيك كيبقاو ياكلوك. هنا كتعرف بان الموتور راه كيكونسومي الماء، الماء كيدوز ليه الشومبره ديال الاحتراق، وكيولي رش شويه ديال الماء من ليكزوست، ويقول لك مول السياره لا راه حكى الموتور مجهد، راه كينفخ راه واعر، هذاك النفخ كيديرو غير في الصباح ماشي النهار كامل. اما الدخان بيض اللي هو فابور هذيك عاديه ومقبوله، يقدر يكون ندى، وفي كل الامارش يقدر يكونوا هذوك الجليدات داو لي صوباب الموتور كاين يعني كينقط الزيت من الفوق فوق البيستون كيتجمع، اون فوا كضرب كيولي هذاك الزيت كيتحرق. اما الدخان كحل هذا كيدل على ان كاين خلل يا اما في ليزانجيكتور يا اما في البومبا يا اما في السيستيم ديال الفيول يا اما في لادميسيون يا اما ما كاينش الاحتراق اللي هو متوازي. دابا غنوليو نشوفو التيراج ديال هاد السياره، وما غنخليوهاش على الكونفور، غادي نردوها على الاس باش تعطينا الباور ديالها كامل، وغنحضيو هاد الار بي ام فين غادي يوصل، واش كيدوز 40 يعني كيوصل ل 40 كيفوتها او ما كيفوتهاش، وغنحضيو الار بي ام والسرعه يعني التيراج. بسم الله، ها هي راها على الدي، بسم الله اللهم بارك، ها هو كيفوتها ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك يا رب العالمين. شاح تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك وزيد في ذلك يا رب. شاح الله يسخر الله يسخر الله يسخر الله يسخر الله يسخر، غنوليو نعاودو نوقفو وغنشدو الشراجم. ونعطيو مشي الروايد كيدورو في الارض ما شاء الله تبارك الرحمن. تبارك الله الاخوان ما شاء الله. شوف 140 غير بالضحك، 140 غير بالضحك، ما شاء الله اللهم بارك يا رب وزيد في ذلك، اللهم بارك يا رب العالمين، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا من 80 ل 100 تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني فيها التيراج اللهم بارك وزيد في ذلك. نوليو نضربو الدوميتور، بسم الله، هنا
هنا غادي نوليو نوقفو ندوزو هاد الدرجة هادي وغنشوفو نشوفو الانطلاقة ديالها عاوتانية. غادي نديزاكتيفيو ليها غادي نديزاكتيفيو ESP ها هو. دابا غادي نعفطو بسم الله بسم الله. كتلعب مغمى اللهم بارك. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. السيارة ولا أروع الموتور ما شاء الله تبارك الرحمن. إوا هادشي اللي كاين الإخوان. السيارة مزيانة زينة الحمد لله، فيها الموتور مزيان ناضي، كلشي بخير. هانتوما شفتو دابا كلشي بعينيكم، هادي الطريقة كيفاش دير تقلب السيارة. في الفيديو الجاي إن شاء الله نوريكم كيفاش دير تفيريفي العلبة ديال الكير ديال السرعة اللي هي أوتوماتيك. هادشي اللي كاين.